مشاركة بصراحة بالنسبة للنادي الأهلي يعني واضحة واضحة وباينة إن النادي الأهلي في حتة تانية. النادي الأهلي بيحقق بطولات كبيرة وكتيرة وإحنا موجودين جزء صغير في المنظومة الكبيرة اللي بتحاول تحافظ على البطولات وبتحاول تحافظ على اسمها، فطبعا حاجة تشرف وحاجة تفرح أي لعيب موجود في الكيان. بالنسبة لنا يعني حضرت كأس عالم فترات كبيرة، أول كان كأس عالم ليه بالنسبة لي كان في اليابان 2012 مع كابتن حسام البدري، فبالنسبة لي أنا ليها طابع خاص بالنسبة لي بستمتع بيها، بطولة عالمية فأنا ببسط بيها يعني على المستوى الشخصي. رسالة مستر كولر طبعا للعيبة إن احنا ما نهتمش بالنتائج اللي هي آخر فترة، نحاول نقف على رجلينا تاني ونحاول، طبيعي في الكورة بتبقى في فترات ليك بتبقى وحشة وفي فترات كويسة، أنت بتحاول تعمل اللي عليك وبتحاول تأدي وتحاول ننفذ اللي هو بيقوله في الملعب، فمع الوقت الواحد بيبقى نحاول نرجع المستوى اللي احنا كنا بيه السنة اللي فاتت، هي بس سوء حظ بس بيقابلنا في بعض الماتشات. احنا وقعدنا مع بعض كلنا واتكلمنا في الحاجات النواقص اللي احنا ما بقيناش نعملها او بنعملها، دي تخليك ان اللعيبه كلها بتبقى مركزه ان اللي يجي له فرصه يبقى مركز فيها وانه يجيبها، مش حد بعينه يعني، كلنا لو كلنا كويسين او كلنا مقصرين، لان احنا فرقه جماعيه ما فيش حاجه اسمها شخص لوحده بيشيل المسؤوليه، لا احنا فرقه جماعيه، فاتمنى ان الحظ يبقى مساعدنا الفتره الجايه والامور ترجع زي الاول ان شاء الله. الجمهور ليه وجهه نظر، المدرب ليه وجهه نظر تانيه، فاللي احنا بنشوفه ان النتائج بس مش مساعدانا، بس في سوء حظ وده طبيعي في الكوره، انما ما فيش سوء اداء، فاتمنى ان شاء الله الحظ يبقى محالفنا الفتره الجايه ان شاء الله. دايما جمهور الاهلي بيفاجئنا والله بالتواجد المعتاد بصراحه في الماتشات الكبيره والمهمه، عشان كده احنا بقول لك احنا نبدا ان شاء الله صفحه جديده، وان شاء الله في بدايه المباراه مع الاتحاد نبقى مركزين باذن الله ان شاء الله، ونحاول نسعدهم ونحاول نفرحهم ونحاول نفرح احنا كمان، ونحاول ان تبقى نتيجه طيبه للنادي الاهلي ان شاء الله ونفرح جمهور النادي.